أخبار اليوم. فنانة هند عاكف في البقاء لله في الفنانة مريم فخر الدين. البقاء لله وعزائي أسرتها وعزائي كل المتقين جمهور فنانة مريم فخر الدين. تقولي لها ايه؟ انتوا التقيتوا قبل كده في عمل مع بعض؟ التقينا قبل كده، كنت لسه في بدايه حياتي الفنيه بصراحه شديده، يعني كنت بتعلم منها زي ما جيل كتير من اصدقائي ومن زمايلي، طبعا اتعلموا منها كتير واتعلموا من الجيل اللي فعلا جيل العمالقه زي ما بيقول، جيل الابيض والاسود دول اساتذتنا ببعض. فانا التقيت بيها قبل كده فعلا في كذا عمل في بدايه طريقي الفني، كانت تقعد تشرح لنا يعني ظروف الحياه الفنيه كانت ايه زمان، الفتره دي بقت ايه، كانت بصراحه بتعلمنا ما تبخلش علينا. تقولي لزمان الفنانين اللي ما جاش شاركوا في يوم عزاء، في يوم عزاء مارفن مريم؟ انا حزينه جدا. انا كان عندي النهارده مؤتمر الصبح وخلصت وروحت وغيرت ورجعت، يمكن انا جيت متاخره شويه لكن حبيت ان انا اجي وكان لازم اجي. وانا قبل ما اجي كان بيتصلوا بيا الناس في التليفونات بيقولوا لي ده مفيش حد جه كتير، فكنت حزينه جدا واصريت ان انا فعلا سقت بسرعه جدا عشان اجي الحق العزاء، لان ده واجب علينا. مش معنى ان هم جيل قبلنا، ده بالعكس دول علمونا، الجيل ده علمنا وليه فضل كبير علينا وعلى ناس كتير جدا. فانا حزينه حزينه حزينه، مش معنى ان احنا عشان يعني الجيل بتاعي، انا يعني مش عايزه الوم على حد، ولكن ممكن في ناس يبقى عندها ظروف، بس ما اعتقدش ان كل الناس عندها ظروف. فانا فعلا زعلانه وبقول ان يعني انا باجي بقول يا ربي حد يجي يعزي فيا في يوم من الايام، لكن معنى ان احنا نيجي كده ما نلاقيش مجموعه كبيره من زمايلنا، لا يعني مش بخصوص الفنانه العظيمه مريم فخر الدين بس، لا بخصوص كذا فنان كبير، ده ما ينفعش بامانه شديده. انا حزينه، انا حزينه. وقال لله.